بسم الله الرحمن الرحيم. استكمالا لشرح جزء الفولتميتر، تعالوا نحل بقية المسائل اللي عندنا. احنا كنا وقفنا لحد المسألة رقم 24، تعالوا نحلها. بيقول لك دائرة كهربية بها مقاومة ثابتة 6 اوم، والصلة بين طرفي المقاومة فولتميتر 30 اوم، مقاومته 30 اوم. عندما مر تيار كهربي شدته 2 من 10 امبير، انحرف مؤشر الفولتميتر الى نهاية التدريج. فإذا وصلت مقاومة تساوي 144 أوم على التوالي مع الفولتميتر ومر بالدائرة نفس التيار، فما قراءة مؤشر؟ طبعا يعني تحس إن الكلام كده كبير، تعالوا إيه نترجمه علشان نعرف نحل. في البداية دائرة كهربية بها مقاومة 6 أوم، آدي الدائرة الكهربية. المفروض الدائرة بيبقى فيها بطارية وفيها أي حاجة تاني، هو ما وضحهاش ليا، خلاص هرسم الإيه اللي هو وضحه ليا. قال لك وصلت على التوازي مع فولتميتر، آدي الفولتميتر بتاعي. طب الفولتميتر طبعا من جوه ممكن نختصره على مقاومه، طب مقاومته كام دلوقتي؟ قال لك بين طرفي دايره كهربيه بها مقاومه 6 اوم، ادي المقاومه 6 اوم، والصله بين طرفي المقاومه فولتميتر مقاومته 30 اوم، يبقى ادي المقاومه ديت ب 30 اوم. وعندما مر تيار شدته 2 من 10، طبعا يقصد في الدايره يعني 2 من 10 امبير، الا لو هو قال لك مر تيار في الفولتميتر قدره كذا، يبقى ساعتها في الفولتميتر. عندما مر تيار شدته 2 من 10 امبير، انحرف مؤشر الفولتميتر الى نهايه التدريج. يبقى التيار اللي ماشي ده هيخلي لي المؤشر ده يديني اقصى قيمه، خد بالك عشان القيمه الكلام ده مهم، لان المعطيات اللي هتاخدها من هنا هيبقى في جي عظمى، اي جي عظمى، وهكذا. فاذا وصلت مقاومه تساوي 144، طب ما تسيبك فاذا وصلت دي، وتعالوا ناخد من هنا شويه معلومات. انت عندك المقاومه دي معلومه والمقاومه دي معلومه، يبقى المقاومه الكليه بتاعتهم معلومه اللي هي ار داش هتساوي ايه؟ 30 في 6 على 30 زائد 6، منها ار داش هتساوي، تعالوا نحسب كده ار داش ديت 30 في 6 بتساوي على 36، طلعت المقاومه ب 5 اوم، ادي المقاومه ب 5 اوم. طب انت عندك المقاومه الكليه معلومه والتيار اللي ماشي فيها معلوم، طب ما اقدر احسب الفي داش اللي هو نفسه الفي بتاع الفولتميتر اللي احنا هنسميه في جي مثلا، يبقى بس طبعا انهي الفي جي ده بقى؟ ده الفي جي عظمى. وهقول لك ليه انا قلت في جي كمان شويه، لان هي واحد يقول لي ده فولتميتر مش جلفانو، ليه قلت في جلفانو؟ هقول لك دلوقتي. فطبعا الفي هنا هيساوي التيار الكلي في المقاومه الكليه، فهيساوي 2 من 10 في 5، يبقى 2 من 10 في 5 المدار ده لما نحسبه هيطلع 2 من 10 في 5، طلع لي المدار ده بواحد فولت، يبقى الجهد اللي هنا طلع بواحد ايه؟ واحد فولت. طب ما تيجي نركز بالمره كده، انا دلوقتي عندي عندي الجهد اللي هنا دلوقتي بواحد فولت انا حسبته، وعندي المقاومه بتاعت الجلفانو اللي هي ار جي ب 30، طب ما انا اقدر احسب الاي جي، اقول هي بتساوي الفي جي على ار جي، هتساوي الفي جي العظمى بكام؟ بواحد. الار جي بكام؟ ب 30، يبقى هيطلع واحد على 30 امبير، ده اي جي انهي؟ ده الاي جي العظمى. طيب تعالوا نكمل بقى. وإذا وصلت مقاومة تساوي 144 أوم على التوالي مع الفولتميتر. طبعا كده بقى الموضوع اتضح، ليه أنا كنت بقول هنا في جي وأي جي، ما قلتش فولتميتر وأي بتاع الفولتميتر، ليه؟ لأن هو الراجل أصلا هيعتبر ده كمان شوية إن هو هيحوله لحاجة أحسن منه، هيحوله الفولتميتر تاني. فبالتالي أنا قلت لكم ساعتها من الفيديوهات اللي فاتت، لما يكون عندك جهاز بتحوله إلى جهاز تاني، يعني عندك فولتميتر هتحوله إلى فولتميتر، فبنعتبر الأول إن هو جلفانومتر بالمعاملات بتاعته. لو أنت عندك أميتر بتحوله إلى أميتر، فبنعتبر الأولاني هو جلفانومتر، فبقول على تياره أي جي وبقول على مقاومته أر جي. طيب تعالوا نكمل يلا. وإذا وصلت مقاومة 144 أوم على التوالي مع الفولتميتر، ديت بدل ما كانت مقاومة 30 بس، بقت مقاومة كمان معاها 144 أوم. ومر بالدائره نفس التيار، والتيار اللي مشي هنا هو نفس التيار برضه 2 من 10 امبير، فما قراءه مؤشره؟ خدوا بالكم بقى من الملحوظه المهمه، المؤشر قبل ما اوصل دي كان عند نهايه التدريج، لما هتوصل المقاومه ديت هنا فالمفروض ايه؟ المؤشر ده هيتحرك، مش هيبقى عند نهايه التدريج، هيبقى عند قيمه ثانيه، فالقيمه اللي هنا ديت قيمه جديده ملهاش علاقه بالايه؟ بالقيمه العظمى. طيب بيقول لك ايه بقى؟ فما قراءة مؤشره في هذه الحالة؟ والله هو قراءة مؤشره يعني هو عايز الجهد هنا، خد بالك يعني الفكرة ان هو عايز الجهد هنا، ما قراءة الفولتميتر ده اللي هو فرق الجهد على طرفين، وبما ان هو توازي يبقى هو فرق الجهد هنا. طب ما نيجي نحسب الار داش، بس ار داش في الحالة الجديدة بقى هتساوي ايه؟ الجزء ده كله الفرع ده كله 30 و144 اللي هي 174 مضروبة في المقاومة 6 مقسومة على مجموعهم 174 زائد 6، اللي هي اعتبرت دي مقاومه ودي مقاومه والاثنين متوصلين على التوازي. نحسب الكلام ده كده اهو، 174 في 6 على 174 زائد 6، لما تحسب الكلام ده اداك 29 على 5، اداك 5.8 من 10 اوم. طيب وماشي فيها تيار كام؟ 2 من 10، والله يبقى الفي الحالي
بيساوي طبعا الفي بقى اللي هو هنا اللي هو نفسه بتاع الفولتميتر بقى مش هقول عليه في جي في الحاله دي، هيساوي الار داش اللي هي ديت في التيار اللي ماشي فيها، هيساوي 5.8 في 2 لما نحسب الكلام ده هيطلع لك الفولت بتاعك ب 1.18 فولت. دي القراءه الحاليه اللي المفروض الجهاز ايه بيقراها اهو، طلع بوينت واحد بوينت واحد ستة، هو تقريبا في تقريب ولا حاجة قال لك فما قراءة مؤشره واحد بوينت واحد ايه هي ستة، ستة انا اللي قرأتها غلط، هي طالعة على الآلة الحاسبة ستة تمام، ولو انت حسبتها بنفسك هتلاقي ستة، 5.8 في 2 طلع بوينت واحد بوينت واحد ستة. طيب وما أقصى قيمة لفرق الجهد الذي يمكن أن يقيسه الجهاز في هذه الحالة؟ الجهاز بالوضع الجديد ده ممكن يقيس جهد لحد كام؟ والله أنا في قانون عارفه، ان الفي اللي هو اقصى جهد بيساوي الاي جي مضروب في ار ام زائد ار جي. تعال نبص، الاي جي عظمى موجود، موجود قبل كده حاسبه من شويه، الار ام موجوده بكام؟ ب 144. طب الار جي بكام؟ ب 30. يبقى الكلام ده هيساوي 1 على 30 مضروبه في ار ام اللي هي 144، هنجمع عليها الار جي اللي هي ب 30، ومن هنا حسبنا الناتج اللي احنا عايزينه. تعال نحسب الكلام ده، 144 زائد 30، الكلام ده على 30 طلع لي الرقم 29 على 5، يعني طلع 5.8 فولت. لو انتوا بصيتوا هنا كده هتلاقي الرقم طالع لك 5.8 فولت. طيب المسألة اللي بعدها، فولتميتر مقاومته 500 اوم، ماشي، يبقى الار بتاعت الجهاز بتساوي 500 اوم. ركزوا عشان هتشوفوا اللي هعمله دلوقتي، يدل كل قسم من اقسامه على 1.1 فولت، يعني لو هو عليه تدريج كده وانا مثلا مقسمه لمجموعه اجزاء كده، فكل جزء بيدل على 1.1، ده 1.1 ده هيبقى 2.1 وهكذا وانا ماشي. اشرح كيف يمكن استخدامه ليدل كل قسم من اقسامه على 1 فولت. يبقى ده جهاز عايز احوله الى جهاز تاني، ده فولتميتر عايز احوله الى فولتميتر تاني، فدي مش هتبقى ار، دي هتبقى ار جي. ليه؟ لانك انت لو هتاخد الفولتميتر الاول وتعتبره ايه؟ جالفانومتر. طيب ادي كده وادي كده، هو عايز برضه هيبقى نفس التدريج بالظبط، بس بدل ما كان ده بيشاور على 1.1 هيشاور على 1، بدل ما كان ده بيشاور على 2.1 هيشاور على 2 وهكذا. طب بنفس الموضوع كده، لو انا واخد بالي ان اكبر قيمه مثلا كانت 2، حد واخد باله ان اكبر قيمه هتبقى كام هنا؟ هتبقى كام؟ انت ضربت كل واحد في 10 خد بالك، فتبقى ديت ب 2 هيبقى اقصى قيمه هنا 20. ما علينا، بس ده عشان تبقى واخد بالك، يعني طبعا اقصى قيمه مش معلومه اساسا. طيب يعني الجهاز ده لو هو بيشاور هنا، ركزوا بقى، لو هو بيشاور هنا هيبقى بيقرا كام؟ 1.1. طيب ما انا ممكن اعتبر ان الجهد ده هو الواحد من عشرة، ده اللي انا اشتغل عليه، يعني الفي مثلا الفي جي بتساوي 1.1، وانت عايز تخليه يبقى كام عند نفس النقطة؟ عايز تخليه بواحد، يبقى الفي اللي انا عايزه بواحد. فالراجل بيقول لك يبقى اشرح كيف يمكن استخدامه ليدل كل قسم من اقسامه على 1 فولت. والله اقول له بقى الار ام بيساوي في ناقص في جي على الاي جي، فالكلام ده بيساوي الفي بكام؟ بواحد، ناقص الفي جي بكام؟ 1.1 على الاي جي بكام؟ مش معلوم، والله احسبه اقول له اي جي بيساوي في جي على ار جي، الفي جي بكام؟ 1.1 على الار جي بكام؟ ب 500. خلاص من هنا هتقدر تطلع مين قيمه الار ام، طبعا نحسبها كده مع بعض سريعا. 1 ناقص 1.1 بتساوي طبعا مقام المقام بيطلع بسطه تضرب في 500 على 1.1، الكلام ده هيديك 4500، 4500 اوم. لو انت بصيت على الرقم هتلاقي طالع 4500 اوم. هو انت ما تجيبش الار ام وتسكت، تقول له لا، يتم توصيل الفولتميتر الاول او جهاز الجلفانومتر بمضاعف جهد قيمته 4500 ويوصل معه على التوالي. بتكتب له الكلمتين دول عشان بيبقى عليهم نص درجه او درجه. رقم 26، جلفانومتر مقاومه ملفه 5 اوم يقيس تيار اقصى شده له 20 ملي امبير، ماشي، يبقى ار جي ب 5 اوم. اقصى تيار يقيسه يعني الاي جي عظمى بيساوي 20 ملي امبير. احسب اقصى تيار يمكن ان يقيسه اذا وصل بمجزء تيار 1.1. موضوع سهل جدا، يعني بيقول لك ار اس ب 1.1. طب ما هو الار اس بتساوي ايه؟ اي جي، فار جي على اي ناقص اي جي. طب ما تيجي نحسب الار اس بكام؟ ب 1.1، بتساوي الاي جي بكام؟ 20 ملي، طبعا 20 في 10 اس سالب 3. الار جي بكام؟ ب 5. خلصت المدار اللي تحت، المدار اللي فوق، المدار اللي تحت اي ناقص الاي جي بكام؟ ب 20 في 10 اس سالب 3. من هنا حسبنا الاي اللي هو عايزه بيساوي كذا. طيب رقم 2، ثم احسب مقاومه مقدار مضاعف الجهد الذي يوصل بالجلفانو ليعمل كفولتميتر يقيس فرق جهد. طيب يعني انت عايز ار ام، ما ار ام بتساوي في
ناقص في جي على اي جي. الفي بكام في المسألة؟ بخمسة، ناقص الفي جي موجود ولا مش موجود؟ مش موجود، اضرب الاتنين دول في بعض فيبقى خمسة في 20 في 10 أس سالب 3 على الاي جي بكام اللي هو 20 في 10 أس سالب 3. حسبت الار ام بتساوي كذا. المسألة رقم 27 نفس فكرة المسألة رقم 26، بس بيقول لك مع بيان طريقة التوصيل. يعني أنت لما تيجي تقول له أنا هحط مضاعف جهد تقول له هوصله على التوالي، هتحط مجزأ التيار تقول له هوصله على التوازي. فالموضوع برضو سهل، مش هنقف عليه كتير. وكذلك المسألة رقم 28 كلهم نفس الفكرة بالظبط. تعالوا نروح على المسألة رقم 29. في المسألة رقم 29 بيقول لك جالفانومتر حساس مقاومة ملفه 4 اوم، ار جي بتساوي 4 اوم، واقصى تيار يتحمله 1 ملي امبير، اي جي عظمى بيساوي 1 ملي امبير، والصلة ملفه على التوازي بمقاومة مقدارها 1 اوم، يعني ار اس بتساوي 1 اوم، ليكون معا جهازا واحدا ثم وصل هذا الجهاز على التوالي بمقاومة مقدارها. لا ثواني بس، هو بيقول لك دول كده هيعملوا جهاز جهاز، فنيجي نوصلهم كده. يبقى انت عندك هنا ار جي وبعدين عندك هنا ار اس، طبعا دي معلومه ودي معلومه، يبقى انت تقدر تحسب الايه اقصى تيار ممكن الجهاز ده يقيسه. قام جاي الراجل قال لك يبقى ثم وصل هذا الجهاز على التوالي بمقاومه مقدارها كذا، يعني خد دول كلهم ووصلهم هنا على التوالي بمقاومه مقدارها كام؟ 9.92 ليكون فولتميتر. احسب اقصى فرق جهد يمكن ان يقيسه هذا الفولتميتر. مسألة بقى هي دي المسألة اللي فيها فكرة بصراحة، حتى الآن يعني اعتبر كل المسائل اللي فاتت ما فيهاش فكرة جديدة يعني. لكن الفكرة بقى الجديدة اللي هو هنا ايه؟ الموضوع أصلا برضو مش صعب أوي. الأر جي بكام؟ بأربعة، والأر اس بكام؟ بواحد. طب ما تجيب الأر داش اللي هي أر جي أر اس على أر جي زائد أر اس، الكلام ده لما تحسبه هيديك كام؟ 4 × 1 على 4 + 1. نحسب الكلام ده هيبقى 4 × 5، 4 × 5 المقدار طلع بكام؟ ب8. طيب 8 ده زائد ده هيديك 1000. ليه؟ بس طبعا 8 اوم. عارفين بقى احنا في الحاله دي ممكن نعتبر الار داش دي بتمثل مين؟ بتمثل ار جي شرطه. ليه ار جي شرطه؟ كأن دول كلهم جالفانومتر هوصل على التوالي معاه مضاعف جهد. ما انا جيت قلت لك لما بنحول من جهاز لجهاز تاني بعتبر الاول جالفانومتر. ليه؟ عشان اعرف احل، عشان اعرف اخلي المساله تتحل بسهوله. فاقدر اعتبر ان الار جي دلوقتي بكام؟ ب8 اوم. تعالوا نشوف عايز ايه اصلا في المساله. احسب اقصى فرق جهد يمكن ان يقيسه هذا الفولتميتر. تعالوا نركز بقى، هي المساله دي فيها فكره حلوه قوي بصراحه. اول فكره فيها الايه؟ قيمه الار جي. قلنا ساعتها الار جي هي عباره عن قيمه الايه؟ الاثنين دول، مش هتبقى ار جي دي بس، عشان كده حتى انا سميتها ار جي داش. لكن الجهاز اللي انا بتكلم عليه هو عباره عن اميتر كله على بعضه، فانا بعتبر ان كل ديت هي الار جي بتاعته. طب فين التيار اللي ماشي فيه؟ هو التيار ده اهو، هو دوت برضه اللي هعتبره اي جي داش، اللي هو مش اللي هنا، اللي هنا ده اي جي القديم بتاع الجلفانومتر اللي حولته لايه؟ لاميتر. انما ده كده كله جهاز على بعضه، فانا عايز اعرف التيار اللي هو بيقيسه. التيار اللي هو بيقيسه اسمه ايه؟ اسمه اي. فلازم احسب اي جي داش اللي هو لو انا كنت بحسبه من الجهاز القديم كنا بنسميه اي، كان بيساوي اي جي القديمه زائد اي جي ار جي على ار اس. يعني اقدر اقول كده ان اي جي داش بتساوي اي بتساوي اي جي القديمه بكام؟ ب1 مللي، 1 في 10 اس سالب 3 زائد اي جي القديمه 1 في 10 اس سالب 3 في الار جي القديمه بكام يا جماعه؟ ب4 اوم. ار جي القديمه ب4 اوم على الار اس. الار اس كانت بكام؟ كانت ب1. من هنا حسبنا الاي جي داش اللي هي نفسها الاي بتاعي هنا هتساوي كام؟ تعالوا نحسب الكلام ده. 1 × 10 أس سالب 3 زائد 1 × 10 أس سالب 3 في 4، والمقدار اللي تحت بكام؟ ب1. يعني يطلع لي الكلام ده ب1/200، لما حسبناه طلع 5 × 10 أس سالب 3 أمبير. طيب تعالوا بقى نجيب الجهاز الجديد بتاعه. هو قال لك ايه؟ احسب اقصى فرق جهد يمكن ان يقيسه هذا الجهاز. والله اقصى فرق جهد ممكن ان يقيسه هذا الجهاز هنيجي نقول له في بيساوي اي جي في ار ام زائد ار جي. السؤال المهم بقى، انت بتحول عايز تعرف الاي جي والار جي. طب هو فين الاي جي والار جي؟ والله بص ادي الجهاز وهوصل معاه على التوالي 9.99.2، فدي الار ام
ودي الار جي. طب الار جي ديت كانت قيمه مقاومتين مع بعض اللي هي كانت محصله الاثنين دول، محصله الاثنين دول كانت بكام؟ ب 8 من 10. فدي الار جي. طب والاي جي هو ده بقى، مش الاي جي الاولاني، ركزوا يا جماعه الله يبارك لكم، الاي جي اللي هو التيار اللي ماشي هنا اللي هو كان داخل للاميتر كله على بعضه اللي هو كام؟ 5 في 10 اس سالب 3. فالكلام ده هيساوي اي جي داش اللي هي 5 في 10 اس سالب 3 مضروبه في ار ام زائد ار جي، الكلام ده كله ب 1000. ديت هتطير مع ديت هيساوي 5 فولت. تعال نبص على المدار كده طالع لك كام؟ المدار طالع لك 5 فولت. فهي نفس الفكره اللي انا كنت اتكلمت معاكم فيها قبل كده، بس الراجل جاب لك عليها تطبيق عملي، ان انا لما يكون عندي جهاز بحوله لجهاز تاني بعتبر القديم ده كله على بعضه جلفانه، بجيب له مقاومه واحده واجيب له تيار واحد، اقول مقاومته اسمها ار جي وتيار اسمه اي جي، واطبق بقى في التحويله بتاعتي اللي انا عايزه. تعالوا نشوف المساله رقم 30، ودي مساله ما لهاش حل في الكتاب، لكن خلينا نبص عليها مساله سهله برضه. جلفانوزو ملف متحرك مقاومه ملفه 18، يعني الار جي بتساوي 18 اوم. احسب قيمه مجزئ التيار الذي يسمح بمرور ثلث التيار الكلي في الجلفان، يعني انت عايز ان الاي جي بيساوي ثلث التيار الكلي. طب ما هي مساله سهله، يبقى الار اس قانونها معروف، اي جي في ار جي على اي ناقص اي جي، الاي جي بثلث الاي، بثلث الاي، يبقى ثلث اي في الار جي ب 18 على الاي ناقص ثلث اي اللي هي 2 على 3 اي. الاي تر مع الاي لما ديت هيديك 6، 6 على 2 في 3 هيطلع لك الار اس بتساوي 9 اوم. ديت اول حاجه. تاني حاجه قيمه مضاعف الجهد الذي التي تجعل الجلفانومتر صالحا لك يصفر الجهد 10 امثال، يعني يقول لك ان الفي بيساوي 10 في جي، ما هو الجهد الجديد بيساوي 10 امثال الجهد اللي كان بيقيسه الجهاز قبل كده. طيب يعني نقدر نقول كده ان هو عايز يحسب الار ام، ار ام بيساوي في ناقص في جي على الاي جي. تعالوا نحسب بقى الفي بكام؟ ب 10 في جي ناقص في جي هيديك 9 في جي على اي جي. ديت كده اسمها ايه؟ اسمها ار جي، يبقى بيساوي 9 في الار جي اللي هي مين؟ ب 18. لما تحسب الكلام ده هيديك 162. خلاص كده خلصنا المساله رقم 30. اعتقد المساله رقم 31 ما فيش فيها مشكله بقى ان الناس تحلها بنفسها بناء على الافكار اللي اتقالت فيه الفيديوهات اللي فاتت. كده احنا خلصنا الفولتميتر، ان شاء الله في الفيديوهات اللي جايه هنخش على الاوميتر. معلومه، انا تقريبا الاوميتر شرحته من السنه اللي فاتت، وبالتالي هبص لو لقيت الاسئله اللي موجوده من السنه اللي فاتت كافيه خلاص، لو ما لقيتش الاسئله كافيه هنبتدي نعمل لكم فيديو او اتنين فيه نشرح باقي الاسئله اللي موجوده. نشوفكم على خير في مسائل الاوميتر، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.